السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم مشاهدينا إلى هذه التغطية المتواصلة والخاصة للعدوان المستمر على قطاع غزة، لنرصد المستجدات السياسية وكذلك ردود الفعل الدولية لتطورات الوضع في فلسطين عموما. علي أسعد باستضافة الدكتور عبد الحكيم بغرارة، أستاذ الإعلام والاتصال. أهلا بك. أهلا، شكرا على الدعوة. أهلا بالضيوف وبالمشاهدين. شكرا جزيلا. كذلك يحضر معنا الدكتور رائد ناجي المحلل السياسي. أهلا بك دكتور رائد. أهلا وسهلا بكم. وأيضا دكتور رشيد علوش الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية. أهلا بك دكتور رشيد. شكرا لكم على الحضور. قبل أن نستهل النقاش نتابع آخر التطورات الميدانية في تقرير زميلة عبد الصدوق حفظ. مدينة السلام غزة لم تعد آمنة، لا الشمال آمن ولا جنوبها ولا الوسط، كل المناطق صارت عرضة للقصف الصهيوني، وعلى مدار اليوم ليلا نهارا جهارا كل ما يتحرك في غزة صار هدفا لطيران ومدفعية الكيان الصهيوني الغاصب، والهدف هو تهجير سكان غزة بتكثيف العدوان أو إبادتهم جميعا، وهو ما يحدث الآن في القطاع، مجازر وجرائم حرب يندى لها جبين الإنسانية. في غزة سقطت كل القيم الإنسانية الواهية التي لطالما تبجح بها العالم المتحضر، فحين يتخطى الكيان الصهيوني حدودا لا إنسانية ليطلب أحد مجرميه من قوات الاحتلال إيجاد طرق أكثر إيلاما من الموت في حق الفلسطينيين، حينها يسكت الكلام وتسقط كل جدران الإنسانية. سواء في خان يونس ورفح جنوبا، أو في جباليا والشيخ رضوان وبيت لاهية شمالا، أو في دير البلح والزويدة وسط القطاع، كلها كانت اليوم في اليوم 92 للعدوان مسرحا لقصف ثقيل ومكثف خلف عشرات الشهداء والجرحى، فيما بقي المئات تحت الأنقاض. وفي الضفة صعد الاحتلال الصهيوني من اعتداءاته على الفلسطينيين في الخليل ونابلس وجنين وطول كرم، وكثفت قوات الاحتلال من الاعتقالات والتصفية الجسدية في حق عشرات الشبان الذين ارتقوا أو أصيبوا في عمليات إعدام على المباشر اندلعت على إثرها المواجهات والاشتباكات. أما الجانب الإنساني فقد وصفته تنسيقية الشؤون الإنسانية في الأمم المتحدة بالكارثي، وبأن غزة أضحت منطقة موت بسبب استمرار العدوان الصهيوني، فيما حذرت منظمة اليونيسف من الأمراض والمجاعة التي صارت تهدد حياة أكثر من مليون طفل في غزة. إذن في سياق كل هذه التطورات أبدأ معك دكتور عبد الحكيم، ومن مستجدات أيضا الوضع في فلسطين ذلك الفيديو الذي نشرته المقاومة لجنود صهاينة تم قتلهم على يد الكيان الصهيوني، وكان هذا الاحتلال سابقا قد أعلن قتلهم خطأ. كيف تبعت تداعيات بث هذا الفيديو في سياق ما يحدث في الداخل الصهيوني اليوم؟ وطيبين اختيار بث هذا الفيديو الذي يورط نتنياهو الجيش الصهيوني أكثر، خاصة في ظل أزمة سياسية والصراع بين العسكر وبين مختلف التيارات السياسية. المقاومة تدرك بأن الحرب النفسية والإعلامية أصبحت فاصلة في هذا الزمن، وبالتالي كلما حاول نتنياهو تحقيق نقاط إضافية لكسب الداخل الصهيوني خاصة بعد مقتل صالح العروري، المقاومة اختارت هذا الظرف بالذات لتسويق هذا الفيديو إعلاميا والدعوة إلى عدم ائتمان هذا نتنياهو والطبقة السياسية الصهيونية. على كل المتتبع لخطاب هؤلاء الأسرى الصهاينة
أثنوا كلهم على المعاملة الحسنة لكتائب القسام، وقالوا بأن القصف الجوي كاد أن يأتي عليهم في 3 مرات وتم تغيير أماكن احتجازهم، وقالوا بأن ما قامت به المقاومة لحماية أرواحهم تحسبا لإعادتهم في حالة تبادل للأسرى أو صفقة لتبادل الأسرى. كل هذه المعطيات التي جاءت قبل قتل هؤلاء من الجيش الصهيوني لإغراق الصهاينة وخاصة نتنياهو وإجباره على تقديم تنازلات أكثر وإلى الوصول إلى وقف لإطلاق النار، لأن المقاومة يظهر بأنها تتابع كل صغيرة وكبيرة ولديها تأثير كبير على اتجاهات الأزمة في الداخل الصهيوني، وبالتالي مثل هذه الأمور هي تعكس بأن فيه استراتيجية، فيه تفكير، فيه تنسيق بين قيادات حماس وكتائب القسام الجناح العسكري لاستغلال كل ورقة من أجل فرض الضغط أكثر على الكيان الصهيوني. ناهيك عن أن هذا الفيديو تزامن مع وصول أنطوني بلينكين إلى تركيا وفي انتظار زيارة 5 دول في منطقة الشرق الأوسط، وبالتالي كل هذه المعطيات أعتقد بأنها تستغل من الجانب الفلسطيني لرفع مستويات الضغط على الصهاينة، كما أنها تزامنت مع مسيرات كبيرة جدا اليوم تقريبا المدن الفرنسية، ألمانيا، بريطانيا، الولايات المتحدة الأمريكية. كرة الثلج تكبر بقوة رغم التعتيم الإعلامي، تحرك محكمة العدل الدولية، الجميع ينتظر قرار 11 جونفي المقبل، وبالتالي كل هذه المعطيات من شأنها أن تخدم القضية وأن تورط الكيان الصهيوني أكثر فأكثر. يبدو أن الاحتلال بدل أن يمارس الضغط يمارس عليه الضغط اليوم أمام كل هذه المستجدات، ومن بين أيضا المستجدات الاحتجاجات لعائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الذين خرجوا في مظاهرات احتجاجية كذلك عارمة وكبيرة وغير ربما مسبوقة منذ 7 أكتوبر، وهذه المظاهرات باتت ترفع شعار الرحيل لنتنياهو. حقيقة هو يعني نتنياهو كان يذهب باتجاه أو التقدم للأمام ليكون هو الذي يمارس الضغط، لكن انقلب على ما يبدو سحره عليه وارتدت الأمور على عكس ما كان ربما يخطط له نتنياهو حتى حكومته. أولا دعنا نضع الأمور في صورة الأمور. أولا هذه الحكومة هي مهتزة منذ البداية بدليل قولي، يعني 4 مرات والانتخابات تفشل حتى تم تشكيل حكومة ائتلافية قائمة على شعرها، يعني تتخيل يعني هي حكومة ضعيفة جدا، حتى أن شراح النظم السياسية في داخل هذا الكيان بحد ذاته قالوا هذه من أضعف الحكومات التي جاءت لهذا الكيان لأنها قائمة على مصلحة. يعني نتنياهو يريد أن يقوم بتعديلات قضائية، يريد الهروب من الفساد أولا، ويريد أن يقوم أيضا بتطبيق بعض الإجراءات مثلا إسقاط حق الدولة الفلسطينية أو قيام دولة فلسطينية ثانية، وهذا ربما ما تزامن بالضبط يعني مع بعض تقاطعت أو في قواسم مشتركة على الأقل مع حكومة المستوطنات أو الحكومات المتطرفة من الأحزاب الحريدية. يعني منذ البداية منذ نشأة هذا الحكومة والخلل واضح جدا وبين، لكن ربما هنا 7 أكتوبر هو عمق الهوة بشكل كبير جدا وأظهر أيضا عيوب هذا النظام السياسي وحتى هذا الجيش الاحتلال، وبالتالي تفسعت وربما وازدادت الهوة بينهم في عدة اتجاهات. الاتجاه الأول هو اتجاه التشريعي. بالأمس أو من أيام فقط 3 أو 4 أيام المحكمة العليا بتت في قانون المعقولية وبتت في قانون القوانين التي يتحدث عنها نتنياهو وأبطلتها، وحتى الآن يعني في بت آخر يعني النظر لصلاحية نتنياهو هل يصلح نتنياهو لأن يقود أو لا يقود، ستبت في يعني قريبا المحكمة العليا، يعني شوف أين وصلت. إذن حتى على المستوى القانوني إذن في إشكالية. الآن على المستوى الكنيسة الآن تباين واضح جدا في داخل المنظومة التشريعية اللي هي الكنيسة، ورأينا حتى أنه السباب والضرب باليد وانقسام كبير جدا يعني على حكومة نتنياهو، حتى أنه بات بعض أعضاء الكنيسة اليوم يجمعون أنفسهم من أجل أن تقوم الكنيسة بحل نفسها لإسقاط حكومة نتنياهو. إذن حتى على المستوى القانوني. الآن على المستوى السياسي، المستوى السياسي في تباين كبير جدا ما بين الأحزاب كثيرة في داخل هذا الاحتلال بما فيهم الليكود بحد ذاته، يعني شق عن نتنياهو 17 عضوا من الأعضاء المؤثرة في الليكود، وحتى الليكود اليوم بات يطرح نظرية بأن نتنياهو لا يستطيع أن يقود الليكود، يعني يريد أن يتخطى عنه. حتى على الجانب السياسي إذا ما تحدثنا على الجانب السياسي أيضا الخلل كبير جدا. الدليل على ذلك أنه دعوة الأحزاب، يعني قبل أسبوعين اجتمعت الأحزاب وعادت اجتماع مرة أخرى عن طريق مندوبين للأحزاب الصهيونية، وكان باستثناء الأحزاب الدينية الرافضة طبعا، تكلم لك على معظم الأحزاب في داخل هذا الكيان والتي الآن تستجمع قواها من أجل حل الكنيسة وإسقاط نتنياهو. لكن هذا الفشل هل هو
مرتبط فقط بشخص نتنياهو أم أنه مرتبط بقادة كل هذا الكيان؟ كله أنا جايك على المستوى المنظومة العسكرية. نعم. الخلل الآخر، المنظومة العسكرية هناك خلل كبير جدا أو في عدة اتجاهات، ما بين المنظومة العسكرية بحد ذاتها وأجهزتها، بمعنى آخر هناك في خلاف ما بين الجيش وخلاف ما بين الموساد وما بين الشباك، يعني خلاف واضح ما بين ثلاث أطر أو المكون الأساس لهذا الجيش. نعم. وأيضا خلاف ما بين الجيش وما بين الجانب السياسي، يعني حتى الهيئة السياسية كنتنياهو خلافات، حتى على مستوى الاجتماعات التي باتت الصحافة تجمعهم هناك تنافر كبير جدا، وإن أرادت بعض الإعلام يعني سواء أمريكا أو بعض ترقيع وتجبيل هذه الحالة، لكن الخلاف واضح وبين يعني لا غبار. نعم. عليه. وبالتالي هذا الموضوع ربما أحد أساسيات يعني اليوم أيضا في خلاف آخر، هذا هو الأصعب يعني داخل الاحتلال باعتقادي، هو تفتت الحاضنة في داخل هذا الاحتلال أو البنى السياسية والاجتماعية في داخل الاحتلال، واللي هم من أهالي الأسرى ومن انضم إليهم، والقتلى والجرحى وغير ذلك، والذين باتوا اليوم يشكلون أيضا قوة ضغط كبيرة جدا على نتنياهو، وهذه مهمة جدا لأنه هذا أولا عندها الصندوق وأن قدرتها. نعم. يمكن أن تشل الحركة في داخل نقطة مهمة جدا دكتور رشيد، يعني حينما تخرج الخلافات داخل قادة هذا الكيان إلى العلن وباتت كل وسائل الإعلام تتحدث عن الخلافات ما بين المؤسسة العسكرية وكذلك من يمثل المؤسسة السياسية عفوا، ما الذي يعنيه ذلك في سياق استمرار هذا العدوان على قطاع غزة، والعملية البرية التي يقال عنها لا تزال مستمرة في مرحلة ربما هي ثالثة كما يقولون؟ والله أستاذ بدر الدين، ربما المعنى الكبير لهذه الخلافات هو أنه لا قدرة للكيان بكل مستوياته سواء العسكري السياسي أو حتى نقول بين قوسين الاجتماعي على تحقيق نصر أو الوصول إلى تحقيق الأهداف التي رسمت. والآن الكل يتهرب من تحمل المسؤولية، المؤسسة العسكرية أو الجيش أو مؤسسة إبادة الفلسطينيين ما بين قوسين غير قادرة على الوصول إلى تحقيق أهداف الحرب، وبالتالي تمنح نصرة للسياسيين للاستمرار في الحكم، والسياسيين أدركوا هذا الأمر بعد انتقالهم من المرحلة الأولى ولم يصلوا إلى تحقيق أي هدف في المرحلة الأولى، وبقيوا في الأهداف التي رسمت في المرحلة الأولى وانتقلوا للمرحلة الثانية. نفس الشيء الآن يتم الحديث، وهي الأهداف غير ثابتة أصلا يعني. وحقيقة الانتقال إلى المرحلة الثالثة من خلال استهداف قيادات المقاومة في كل مكان سواء في لبنان أو حتى في أماكن أخرى من خارج فلسطين. نعم. في الأراضي المحتلة وحتى في داخل غزة. النقطة الثانية أستاذ الدين، حينما يكون هناك عدم توافق على أهداف الحرب، لأن هناك عدم توافق وهناك أيضا ما نقولوش عدم تطابق ولكن عدم توافق ربما حتى على مسارات نهاية اليوم التالي أو مسارات نهاية الحرب أو مسارات ربما اليوم التالي للحرب، هو موجود عدم التوافق منذ البداية ما بين ثلاث اتجاهات رئيسية. اتجاه يقول في البداية كان رافض للعملية البرية، واتجاه يتزعمه المتطرفون برئاسة بن كفير وسموتريتش يستمرون في مسار تهجير الفلسطينيين وإبادتهم، واتجاه الوسط الذي يمثله إلى حد ما نتنياهو برئاسته للحكومة ويجمع ما بين التيار الأول والتيار الثاني. الآن فيما بعد الحرب هم في مأزق ما بعديات، وبلينكن في جولته الموسعة في هذه المرة تبحث عن إلزامية تقديم مشروع لما بعد الحرب، سنأتي الحديث عن ذلك، ولكن بدون أي نصر. يعني أنت لم تنتصر حتى تقول حتى تكون لك إمكانية تحديد الما بعديات، هذا في الجانب ربما السياسي. الأصل في الخلاف الآن ما بين الحكومة أو داخل الحكومة، ما طرح من طرف غالانت في البداية لما بعد الحرب، وما طرحه أيضا هيرسي ليفي رئيس أركان الجيش الكيان الصهيوني لمشروع تشكيل لجنة لمحاسبة أو معرفة. نعم. المتسبب في الفشل الاستخباراتي والفشل أيضا الاستراتيجي كما يسموهم، والذي هو واقع في 7 أكتوبر من طرف الجيش أو من طرف السياسيين ورفض بن كفير ورفض أيضا سموتريتش وتحالفهم مع نتنياهو لرمي ربما أو حتى لنقول لإعطاب المؤسسة العسكرية التي لم يحدث في أي ظرفية أن واجهت هذه المآزق، أنه في ظل حرب لم تصل إلى تحقيق أي. نعم. هدف تم رسمه منذ البداية. هناك تهديد حقيقة بانفضاض وانقسام مجلس الحرب أو كابينة الحرب، والذي يعتبر ربما بداية حقيقة أستاذ بدر الدين لنهاية الخرافة الصهيونية وتفكك ربما هذه الخرافة التي كانت تنظر للجيش على أنه البقرة المقدسة التي لا يجب المساس بها، وتم الآن تدنيسه والمساس بها من طرف الصهاينة أنفسهم.
طيب حينما نتحدث عن كل هذه المعطيات، هل هذا يعني بأنه هناك اعتراف داخلي داخل على الأقل كابينة العدوان أو ما يسمى بمجلس الحرب، وهناك اعتراف في الداخل الصهيوني على أنه تم إعلان الفشل بشكل شامل استراتيجيا إعلاميا وميدانيا وغير ذلك؟ يعني ما يحدث الآن هو مجرد تبعات لهذا الإعلان الداخلي للفشل. وقبل ذلك أستاذ، هو لاحظ بأن ما يحدث اليوم هو تصفية حسابات بين عصابات صهيونية. الأمر أصبح واضحا لأن القضية تمتد إلى ما قبل 7 أكتوبر. صحيح. وقضية التعديلات القضائية، وبالتالي نتنياهو عمل كل ما في وسعه، ويظهر بأنه استهدف التعديلات القضائية حتى قبل تشكيل الحكومة، فلم يجد من تيار الحريديين من المتدينين المتصهيونين المتطرفين السلاك الوحيد لإنقاذهم أو إلى إرجاعهم إلى الساحة الواجهة السياسية، وينقذ هو نفسه من التبعات القضائية. ولكن أعتقد بأنه لم يكن يتوقع كل ذلك رد الفعل من الشارع الصهيوني أو من الولايات المتحدة. صحيح. الأمريكية، لأنها كانت فيه أزمة كبيرة جدا. حتى نعود إلى التعديلات القضائية، المحكمة العليا كانت جريئة في ظرف حساس جدا في زمن الحرب، اتخذوا قرار بإسقاط قانون المعقولية. صح. وبالتالي أبقوا على كل الصلاحيات للمحكمة العليا من أجل مراقبة نتنياهو والحكومة وإبداء الرأي، حتى في عزل بعض الوزراء، وهذا ما أقلق نتنياهو كثيرا، حتى أن التصويت في المحكمة العليا كان بثمن أصوات لإسقاط القانون مقابل 7، وبالتالي الصراع امتد إلى الهيئة القضائية التي تعتبر ضابط أساسي للممارسة السياسية في الكيان الصهيوني في ظل انعدام أو عدم وجود دستور. وبالتالي تمرد الجيش وانحيازه للمحكمة العليا وللشارع الصهيوني في إسقاط تلك التعديلات كذلك امتد إلى ما بعد حرب طوفان الأقصى. ولعل الجميع يتذكر تغريدة نتنياهو عندما اتهم المخابرات واتهم الجيش بالتسبب في الفشل الذريع في 7 أكتوبر حتى يلقي عليهم المسؤولية، وهذا كان من إعاز بن غفير وستموتريتش حتى يستمرون في قيادة هذه الحكومة ويفرضون منطقهم على الداخل الصهيوني. وبالتالي هذا الانقسام أو هذه الأوقات العسيرة التي عاشها هيرتسي هاليفي قائد الأركان الجيش الصهيوني في آخر اجتماع للحكومة، عندما سمح نتنياهو للمتطرفين بالتهجم على القيادات العسكرية، لأن حتى بيني غانتس قال بأن هذه وصمة عار وطالب السياسيين بضرورة الهدوء لأنه هو عسكري سابق. ما أشعل النار أو ما زاد في صب الزيت على النار في الداخل الصهيوني هو قيام هيرتسي هاليفي بتعيين شاؤول موفاز، أحد أكبر العسكريين قوة في الجيش الصهيوني، بوضعه على رأس لجنة لمتابعة ما حدث في 7 أكتوبر، وهنا كلجنة تحقيق. تمام. وهنا جن جنون نتنياهو وشعر بالضعف كثيرا أمام شاؤول موفاز الذي لا يتسامح مع أي استهزاء أو من أي شيء من حماقات نتنياهو. وبالتالي كل هذه المعطيات اجتمعت وانفجرت في الاجتماع الأخير. نتنياهو أراد ضرب الجيش أو على الأقل تنصل من المسؤولية أو إبعاد نفسه عن شبح المساءلة، ولكن ردود الفعل وظهور كل هذه المؤشرات عكست بأن الداخل الصهيوني على صفيح ساخن. هناك وسائل إعلام تناقلت بأن بعض عائلات الأسرى في لدى كتائب المقاومة تنقلوا إلى قطر من أجل التفاوض ومن أجل تعزيز المباحثات حول إيجاد حل. يعني لا يثقون حتى في أن يتفاوض عنهم قادة هذا الاحتلال. وعدم الثقة كان من قبل، هذا تجاوز لصلاحيات الداخل الصهيوني. صحيح. وهذا ما ينبئ بأن الشرخ الشعبي والشرخ بين السياسيين والعسكريين هو كبير جدا، وهذا يجسد مقولة تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. صحيح. دكتور رائد ناجي، يعني هل بتنا أمام إجابة قريبة للسؤال ربما الرئيس والذي ربما طرحه الدكتور رشيد حينما قال بأنه بتنا على وشك أن ينتهي مجلس الحرب ومجلس العدوان على القطاع الذي فشل على كل المستويات، وحتى ربما تشكيله هو بالأساس كان إعلان فشل مبدئي؟ طبعا هو الاحتلال اليوم هو أكيد يعني في الداخل الاحتلال، يعني خلال ما تسمع من إعلام الصهاينة بحد ذاته تجد يعني المراشقات والاعتراف يعني من خبرائهم
بأن العملية فشلت فشلا ذريعا، وأنه يعني أحدهم قالها بصراحة على القناة العبرية: لماذا لن نعترف بأن حماس انتصرت؟ هكذا قال، يعني خلاص باتت الأمور واضحة وضوحا. لكن هذا الاحتلال، يعني يجب أن نتكلم، هناك الخلافات الداخلية نعم هي حاضرة موجودة، لكن هذا الاحتلال في نفس الوقت يعني قائم على قضية أنه الحفاظ على هذا الكيان من الزوال، وبالتالي إذا هو يدرك تماما أن تراجع اليوم واعترافه وإنهاء هذه الحرب بدون أي شروط، أو على الأقل بظهور ظهور المنتصر باعتقادهم لهذا النقطة قاتلة لهذا الاحتلال وإلى كنقطة وجودية، يعني وقالوها يعني في أكثر من أمر، قال إن هذه الحرب تختلف عن كل الحروب التي قدناها مع العرب، هذه حرب وجودية، هذه حرب هويتية، يعني هكذا، وأرادوا أن يصبغوها بالطابع الديني. هذا دلالة على أن الاحتلال اليوم هو غير هو يريد أن يوقف، لكن غير معني بتوقيف أجواء الحرب بدون نصر، بدون دعم خارجي أو ضغط على الداخل الفلسطيني، وأن يتقبل الفلسطيني على مضض أو على جرعات، أو أن يتقبل وأن يعلن نتنياهو أو على الأقل جانب هذا الاحتلال أن يعلن شروطا مجحفة بحق فلسطين حتى يظهر هو المنتصر، لأن عادة في القواعد العسكرية أن من يفرض الشروط هو المنتصر، وأن من يستجيب هو الخاسر، يعني هذا ما يعرف اليوم. وبالتالي هم هذه المعادلة حتى اليوم باتت هذه المعادلة غير موجودة عندهم أصلا حتى يرفضوا الشروط. الدليل أن المقاومة قبل فترة غير بعيدة قامت برفض الاتفاق الهدنة وعروض نتنياهو جملة وتفصيلا، بل لأن أسامة حمدان يعني صرح تصريح أكثر من ذلك، أو حتى العروري يعني قبيل وفاة رحمه الله عندما قال انتهى وقت نتنياهو الذي يفرض في الشروط، لكن احنا حاضرون. وربما إسماعيلانية كرر هذا الموضوع بأن أي موضوع في غزة يتعلق بغزة المقاومة حاضرة، هذا كل تصريحات المقاومة دلالة على أنه كل شروط نتنياهو يعني بمعنى آخر يشربها وبخرها، أو بخرها ويشرب منها على معنى آخر ويرفضونها. لكن هو مدركين هذا الكلام، لكن اليوم أنه تراجع الاحتلال هذا يعني أن سقوط الردع لهذا الاحتلال، تراجع لهذا الاحتلال، الشرخ الكبير حدث اليوم، يعني أصبح الاحتلال سيتفاوض مع المقاومة على شروط هي تفرضها المقاومة، بالتالي هو انتصار. لكن هل حل مجلس الحرب هو يعني يعني انتهاء هذا العدوان؟ لا 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 لا، أنا لا أعتقد انتهاء هذا العدوان يكون بمبادرات أمريكية بالدرجة الأولى وضغط أمريكي ومحاولة تبييض وجه هذا الاحتلال، هكذا ينتهي الموضوع. أما أن ينتهي الموضوع نتيجة الخلافات الداخلية لا أعتقد، يعني ولو حتى أن هناك تمزق عسكري حتى في داخل الأجهزة العسكرية ما بين الطيران وما بين البر، يعني ليس فقط ما بين الموساد وكذا، لكن أنه إنهاء الحرب بهذه الطريقة باعتبارهم بالله هذه نقطة الزوال، يعني هذا كذا قال لك، يعني اليوم يجب أن نكون حتى الموضوع موضوع وجودي، وبالتالي الموضوع الوجودي يستوجب أن يكون هذا الاحتلال أن يقاتل كله، يعني حتى لو ضحوا وطبقوا قانون هانيبال مثلا وقتلوا كل الأسرى يمكن ذلك، يعني طرحت هذه النظريات عندهم. فبالتالي اليوم هم فقط يبحثون أنه إيقاف الحرب مناط بدرجة أولى بأنه كيف يمكن أن يخرج الاحتلال بأقل الخسائر، أو على الأقل أن يظهر أمام الإعلام العالمي على الأقل بمظهر أن من يفرض الشروط وأنه المنتصر، وأن الموضوع الإنساني في غزة هو والضغط الدولي هو ما جعله أن يتراجع ممكن. أما بخلاف ذلك لا أعتقد أن الاحتلال يتوقف اليوم. نعم دكتور رشيد، يعني هل تعتقد بأنه أيضا هذا الانقسام الحاصل الآن والذي بات واضحا قد يؤثر على علاقة هذا الكيان مع الدول الداعمة له، مع أيضا من يحسبهم أو يصفهم بأنهم أصدقائه في المنطقة، بمعنى القرار أو صانع القرار داخل هذا الكيان لم يعد لا موثوقا ولا مؤتمنا ولا يملك ربما حتى القرار، فكيف ستكون علاقاته مع الدول التي ربما تربطه بها علاقات؟ الأكثر من ذلك أنه لا وجود لمخرج واضح يصوره الكيان، سواء بالنسبة لداعميه الغربيين وعلى رأسهم الولايات المتحدة الأمريكية، وحتى شركائه الأوروبيين، أو لنقل بين قوسين وكلائه الإقليميين حتى لا نقول شيء آخر في المنطقة العربية. هذه النقطة الأولى. والنقطة الثانية المرتبطة بالانقسام، الانقسام الواضح أستاذ بدر الدين، ليس فقط سحابة سيف عابرة، المؤشرات موجودة. اجتماع الموسع للأمن باليوم في ليلة الخميس استمر لساعات متأخرة، وانتهى بالصياح، وانتهى بالمنابزة ما بين أطراف الحكومة الذين كانوا حاضرين في الاجتماع. النقطة الثانية جيش المعاقين، وهذه الصفة المرتبطة به الآن بالنسبة لجيش الكيان، خرج أيضا رقم كبير، والرقم هذا فعل فعله في الداخل الصهيوني 12500 معاق. الآن النسبة هي 20% من الجيش الصهيوني معاق، يعني نقدر نقول بصريح العبارة جيش المعاقين، وهي دائما البقرة المقدسة أستاذ بدر الدين التي كان ينظر لها في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي على أنه لا يجب أبدا المساس بهذه البقرة المقدسة.
هذه البقرة المقدسة أصبحت جيش معاقين غير قادر على الوصول إلى تحقيق أهداف العسكر. النقطة الثالثة أيضا فيما يتعلق بالانقسامات المتجدرة في الداخل، أنه جالانت وزير الأمن أو وزير الدفاع يمنع الآن، يمنع الشباك ويمنع الموساد من المشاركة في الاجتماعات، منعهم نتنياهو من المشاركة مع جالانت ومن المشاركة مع أيضا مع هرتسي هيلي في مغبة أو مخافة أن يتم حصول انقلاب داخلي في كابينة الحرب على نتنياهو في حد ذاته وعزله، لأنه الآن هناك ضغط نحو إلزامية أن يتم الخروج بورقة طريق تفرض ربما من طرف الولايات المتحدة الأمريكية، وجولة بلينكين الآن للمنطقة لترويج هذه الورقة مترافقة مع جولة بوريل، والأصل في الختام هو جولة ربما المستشار الألماني الذي تمنح له في الأخير دائما ربما نقول مزية إنهاء المفاوضات، باعتباره ينظر إلى على أنه وسيط حيادي أو وسيط نزيه ما بين الطرفين. النقطة الثالثة الآن والتي لا ننظر إليها كثيرا هي الجانب الفلسطيني، يعني نتحدث عن الانقسام الداخلي بدون الحديث عن الجانب الفلسطيني الذي وهو الذي كنت آتي له، تفضل. أكثر المساهمين في هذا الانقسام تخيل أستاذ بدر الدين، والسؤال الأول للأستاذ حكيم كان عن المعركة ربما الإعلامية ومعركة الصورة، أنه الآن هناك خلايا للمقاومة الفلسطينية بكل فصائلها تنشط باللغة العبرية على مجمل وسائل التواصل الاجتماعي، تتحدث مع المجتمع الصهيوني، تتحدث عن إرسال رسائل أيضا للمخطوفين أو الأسر الذين ما زالوا في مدينة غزة، لأن الحرب الآن أصبحت هجينة، والاستهداف أو ربما نقول الوصول إلى عمق المجتمع لزيادة الانقسامات. النقطة ربما الأخرى أستاذ بدر الدين أيضا التي ظهرت وتظهر من خلال مجمل ما يفرض الآن من طرف الولايات المتحدة الأمريكية هي السحب المدمر الأمريكية من شرق المتوسط، والرسالة لم تكن أبدا للكيان الصهيوني، الرسالة كانت لإيران، والرسالة كانت أيضا لأطراف أخرى إقليمية، لأنه بعد اغتيال العاروري كان المؤشر على أن الحرب ستكون إقليمية حتما، ولولا سحب المدمرة الأمريكية لما شهدنا خطاب نصر الله بتلك ربما الوسطية في الحديث على أن الرد سيكون في محاور اليمن والعراق ولن يكون بالدرجة التي نظر إليها منذ البداية. ولكن الداخل الإسرائيلي أيضا في نظرته لتصرفات وتحرك الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبحت غير قادرة على الاستمرار لأطول فترة ممكنة في هذه الحرب التي تترافق مع 11 و12 جانفي المقبل، وهي أول مرة سيقف فيها الكيان في محكمة دولية، رغم كل ما سيقال في المحكمة حتى وإن فشلت الدعوة فإن وقوف الكيان بحد ذاته في أروقة المحكمة وما يخرج من قرار في المحكمة سيدين الكيان قانونيا، وسيدفعهم ربما لبداية الحديث صراحة عن إقامة دولة فلسطينية وليس حل الدولتين التي تعتبر مرفوضة من طرف نتنياهو ونقول جلاده في كابينة الحرب الذي انقسم على كل المسارات والجبهات. نعم، ربما في سؤال أخير في هذا المحور حتى نختمه، يعني صحيح ربما كما أشار الدكتور رشيد نتحدث اليوم والإعلام كله يتحدث عن هذا الانقسام الحاصل داخل الكيان الصهيوني، لكن ألا تعتقد بأنه أيضا يجب الاستثمار في هذا الانقسام بدل التركيز عليه؟ وتحدث هنا عن الطرف الفلسطيني وفصائل المقاومة التي وحدت جبهتها الميدانية في انتظار أن توحد جبهتها السياسية. هو صعب جدا على الأقل منذ على الأقل الاستثمار الظرفي، يعني لا، هو لو تم استغلال فرصة منذ اتفاق الجزائر على الأقل في 14 أكتوبر 2022 ظهرت الفصائل الفلسطينية والتيارات السياسية متوافقة على مسار سياسي يعيد الكلمة للشعب الفلسطيني من أجل أن يجدد قياداته ويمنح الشرعية للمؤسسات سواء للمجلس الفلسطيني أو للمجلس التشريعي أو حتى لرئاسة الدولة الفلسطينية، لأن أعتقد بأن الظرف والمرحلة يحتاج إلى نفس جديد، إلى طاقات جديدة، إلى قيادات جديدة من أجل قيادة هذا الملف السياسي الدبلوماسي الذي يكون مكملا للمقاومة العسكرية. وللأسف الشديد يعني ربما كانت هناك ظروف قاهرة حتى أن الرئيس عبد المجيد تبون قال بأن عواصم عربية وقفت دون عقد قمة لمنظمة التحرير الفلسطينية بالجزائر. وبالتالي هنا نعود قليلا إلى
هل وراء اتفاقية أوسلو، اتفاقية طابة، اتفاقية واد عربة دفع إليها الفلسطينيين والدول الطوق من أجل إضعافهم أكثر، لأن الصهاينة يقولون بأن المفاوضات دائما هي عامل لإبقاء الفلسطينيين تابعين للكيان الصهيوني وتحت الحكم الذاتي وإلا الدولة الفلسطينية المستقلة. وبالتالي لاحظ بأن القضية الفلسطينية هي أرادوا أن يقتلوها بالوقت حتى يضعفون الداخل الفلسطيني. تمكنوا من إحداث شرخ منذ 2007، استمر هذا الشرخ أكثر من 15 سنة، حتى أن الوطن العربي والإسلامي والرأي العام العالمي بات ينظر إلى القضية الفلسطينية من باب ملف الانقسام والملف الشرخ الذي حدث، وذهبت كل الملفات الأخرى، اللاجئين والدولة الفلسطينية في مهب الريح. وبعد خطوة الجزائر يعني تأسفنا لو كان هناك تقارب سياسي وإرادة في إقامة الانتخابات خاصة في الداخل الفلسطيني، ولاحظ لو كانت هناك قيادة جديدة لديها شرعية شعبية تفاوض اليوم وترافق المقاومة العسكرية، ولكن للأسف الطعنات كلها من الوطن العربي والإسلامي قبل الكيان الصهيوني وقبل الغرب، لأن هذا الغرب أصبح رهين الرأي العام المحلي في فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية. هذه الهبات الشعبية هي مهمة جدا وورقة كبرى في فصل أو في ترجيح كفة المقاومة والحقوق الفلسطينية وحتى في الدولة الفلسطينية، يعني في المحافل الدولية. هو الضفة الغربية وقطاع غزة اليوم معاناة كبيرة جدا، رغم ذلك الثبات والصبر كبير جدا، وبالتالي الدعم العربي والإسلامي هو الذي خان القضية الفلسطينية بالدرجة الأولى. طيب نتحول إلى المحور الثاني الذي يتعلق بهذه الجولة لوزير الخارجية الأمريكية بلينكن، وأيضا لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي. دعني أبدأ من جولة بلينكن. يعني أعتقد أنه من منذ بداية العدوان أو من تاريخ 7 أكتوبر الماضي، هذه المرة الأولى التي يبدأ فيها بلينكن جولته من خارج فلسطين المحتلة، بمعنى بدأها من تركيا وهو اليوم أو الآن في اليونان ربما. يعني كيف ترى هذه الجولة التي يقول بأن الهدف الرئيس لها هو الحد من التوتر الذي قد يؤدي إلى توسيع حرب إقليمية؟ طبعاً بلينكن ليست أول مرة يزور فيها منطقة الشرق الأوسط. صحيح. المرة تقريباً الخامسة ربما في. يعني أصبحت في 4 أشهر. يعني أصبح أشهر. أصبح بلينكن مدمناً في زيارة على منطقة الشرق الأوسط وإعطاء الضوء الأخضر لهذا الكيان في كل مرة يأتي بلينكن إلى منطقة الشرق الأوسط، إلا ويتقصى 3 أشياء. الأول هو أولاً الضغط على الدول العربية المجاورة بأن يحيدها على الأقل، وهي محيدة على كل حال. النقطة الثانية عدم التوسعة الإقليمية وإرسال تطمينات إلى بعض الدول الإقليمية، يعني سواء تركيا أو بالتحديد ربما إيران أكثر. يعني لماذا تركيا والبداية من تركيا واليونان؟ سأتي إلي. والنقطة الثالثة هي قضية دعم هذا الاحتلال، يعني هذا هو الذي كان بلينكن، مجمل زيارات بلينكن لم تخرج عن هذا الموضوع، وحتى هذه الزيارة هي كانت مقررة قبيل اغتيال العروري وتم تأجيلها نتيجة اغتيال العروري، وتخوف يعني كان في تخوف في منطقة الولايات المتحدة الأمريكية أن تكون هناك ردود فعل وتوسيع دائرة الحرب، وبالتالي أجل بلينكن زيارته. يعني باعتقادي بدأ من تركيا لعدة اعتبارات. الأول أنه المرة الزيارة الأخيرة زار فيها تركيا ربما لم يصافح حتى وزير الخارجية التركي، وكانت ظهرت على الإعلام بأن وزير الخارجية رفض حتى مصافحته. وعدا عن ذلك يعني استقبال الشعب في أنقرة، يعني وكان يفترض أن أنقرة مختلفة عن اسطنبول على الأقل، يعني في توجهاتها وفي أفكارها يعني على الأقل، ومع ذلك أنقرة نصبوا له من المطار حتى مقر القيادة، يعني نصبوا له كل المعطيات وصور لأطفال فلسطين وغير ذلك، وحتى أنهم كتبوا أنه غير مرحب بك. فبالتالي هذه نقطة. النقطة الأخرى هي أن وزير الخارجية بحد ذاته التركي رفض أن يقوم مع بلينكن بمؤتمر صحفي خاص بطلب من بلينكن ورفض ذلك، وبالتالي حتى تركيا رفضت هذا الموضوع. هذه نقطة. النقطة الأخرى هي تصريحات الطيب رجب أردوغان، التي كانت كثير من تصريحات رجب أردوغان كانت نوعا ما يعني هجومية باتجاه هذا الاحتلال، وبالتالي بكل صراحة وضع الأمور وكشف المستور، وربما حتى في حديثه مع الولايات المتحدة الأمريكية يعني في أكثر من مرة قال أن الولايات المتحدة الأمريكية شريكة مع هذا الكيان في قتل أطفال فلسطين. فبالتالي تركيا اليوم لها أبعاد إقليمية كثيرة جدا. هذه أولا، يعني أولا لها علاقة بفلسطين بشيء أو بآخر، وخاصة مع الفصائل الفلسطينية، وكانت في ذات يوم يعني حاضنة على الأقل للمقاومة لحماس يعني بين قوسين في داخل تركيا، وبالتالي يعني هم يرون أن الورقة التركية هي مهمة جدا في قضية التواصل مع حركة على الأقل الحركات الإسلامية، تبحث عن وسيط هذه نقطة. النقطة الثانية أيضا الدور التركي في سوريا، واليوم الولايات المتحدة الأمريكية هذه نقطة مهمة جدا، لا تريد أن تتوسع دائرة الحرب في سوريا، لأنه الجانب الروسي متواجد، إيران متواجدة في سوريا،
سوريا، حزب الله متواجد في سوريا، فصائل فلسطين متواجدة في سوريا، والأكثر من ذلك روسيا متواجدة في سوريا وتركيا متواجدة في سوريا. فباعتقاد أنه اليوم يريدون ضبط الأمور خاصة في الشمال، الجنوب التركي الشمالي السوري، باعتقادي، لأنه أي موضوع يعني ممكن أو تحرك ممكن يكون في سوريا قد يكون يعني يريدون على الأقل طمأنة من تركيا أن لا تنفتح هذه الجبهة على الأقل، أو تمرير بعض الشيء في داخل سوريا، لأنه انفتاح سوريا رابط يعني ما بين فلسطين يعني في النهاية وما بين تركيا يعني من الشمال إلى الجنوب، وبالتالي هذا مؤشر آخر على أنه لا يريدون هذا. النقطة الأخرى يعني بحكم أو الموقع الإقليمي وثقة طبعا تركيا، وأيضا تركيا تربطها علاقة مع هذا الاحتلال، هذا فيما يخص تركيا، فيما يخص الزيارة والدول التي سيزورها بلينكن والتي أعلن عنها. طبعا هي الدول التي زار يعني لأول مرة يستبعد مصر، يعني أنا شفت له في خطاب أنه يستبعد مصر، هذا دلالة على أنه إبعاد مصر من خريطة المفاوضات وبالتالي التركيز على قطر أكثر. فبالتالي اليوم هو يذهب باتجاه تغيير بعض الدول، باعتقادي أنه يرى أنه مصر أصبحت غير قادرة أو على الأقل لم تعد طرفا موثوقا على الأقل، يعني سواء لهم أو للاحتلال أو ربما الفلسطيني، هذا من وجهة رغم أن ذلك لا يلغي الدور المحوري لمصر، لا يلغي الدور، لكنه يريد إلغاء، ربما هو الضغط على مصر من أجل أن تقبل مصر بمزيد من الشروط، ربما يعني هذا في اعتقادي أنه إبعاد مصر من هذا الموضوع، ولكنه يركز على الدور الخليجي أكثر وبالتحليل على الدور القطري يعني بالتحديد، وبالتالي ينظر إلى الدول تلك أن الأخرى أو التي المزمع زيارتها هي أيضا من باب أنه قضية عدم توسعة المنطقة، منطقة الشرق الأوسط على الأقل، محاصرة حركات المقاومة، كأنه يذكرهم في معاهدة شرم الشيخ 1999 لضرب حركات المقاومة، كأنه يذكرهم بطريقة أو بالأخرى، وفي نفس الوقت هو كأنه يرسل تطمينات يعني من جديد بأن الولايات المتحدة الأمريكية غير معنية بأي حرب إقليمية، وبحد ذاته أيضا في نقطة مهمة هي أن يحافظ على هذا الكيان وعلى وجود هذا الكيان، وبالتالي نعم يبحث عن طريقة كيف يخرج هذا الكيان من مأزقه بدون تأثر علاقة الكيان مع دول التطبيع. نعم، يبدو أنك وضعت لها عنوان جولة البحث عن الوساطات أو بدائل الوساطات. طيب دكتور رشيد، سأقرأ عليك ربما تصريحات لمسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل من بيروت، حينما قال بأنه دعا إلى ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي أولا، ثانيا قال بأن على إسرائيل البحث عن طريقة أخرى لمحاربة حماس، ثم قال بأنه أبلغ إسرائيل على أن لا أحد يمكن أن ينتصر في الصراع الإقليمي. كيف تقرأ هذه التصريحات من بين تصريحات كثيرة في هذا الإطار الذي يبدو أنه بوريل يريد أن يوصل رسالة بأن الاتحاد الأوروبي، دول الاتحاد الأوروبي لا تريد توسعة هذه الحرب إلى حرب إقليمية؟ رغم أن أستاذ بدر الدين نقولها بصراحة، الاتحاد الأوروبي موقفه ضعيف في هذه الحرب وليس له وزن اتجاه الولايات المتحدة الأمريكية. كان خرج بوريل بكل هذه التصريحات، وكانت هذه التصريحات تصدرت مجمل وكالات الأنباء العالمية، ولكن منذ قليل كان بيان لفرنسا إيطاليا وألمانيا، بيان لوضع حركة حماس في كحركة إرهابية وتصنيفها، وكأنه هناك ربما عدم موافقة بوريل فيما أتى به. هل هو انقسام آخر في أوروبا أيضا؟ لأن الولايات المتحدة الأمريكية الآن لا تشاور الأوروبيين فيما يحدث في المنطقة ولا تريد لهم أن يكون لهم دور، تقول لهم اذهبوا إلى أوكرانيا ودعموا زيلينسكي. طيب باسم من يتحدث جوزيب بوريل في بالاتحاد الأوروبي؟ ويريد أن يشارك في الما بعديات، يريد بأكثر ما بعدية ما بعد الحرب، وأتى بعد كسر قواعد الاشتباك، لأنه اليوم اللي كانت بالأمس واليوم تجاوزت صواريخ الكيان، تجاوزت نهر الليطاني الذي يعتبر هو نقطة نهاية ربما قواعد الاشتباك ما بين حزب الله وأيضا ما بين الكيان الصهيوني. النقطة فقط أستاذ بدر الدين، عودوا نلو الجولة بلينكن بالنسبة لتركيا وبالنسبة لمصر، مصر مضمونة، هذا بنقولها بكل كيف ذلك؟ مباشرة مصر مضمونة في كل ما سيكون، وبالتالي يعني في توافق للسياسة الخارجية الأمريكية مع ربما مع الدولة المصرية. ما نقولش توافق، أنا نقول مضمونة بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية. كيف تكون مضمونة إذا لم يكن هناك توافق؟ المخرج مهما كان المخرج بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية، الولايات المتحدة ضامنة أن مصر ستنفذ ما ستصل إليه الولايات المتحدة الأمريكية. هذه النقطة الأولى. بالنسبة لتركيا، هذا على حسب رأيك طبعا 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 هذا يمثل ما ربما التحليل بالنسبة لتركيا، لأنه بالنسبة لتركيا أيضا تركيا يراد أن لها أن تلعب دورا أمنيا في القطاع فيما بعد،
لأنه خطة جالانت التي التي كانت محور النقاش في مجلس كابينة الحرب أنه لا حماس ولا إدارة أيضا بالنسبة للكيان مدنية، ويمنح الإدارة تمنح لمجموعة من العشائر الفلسطينية، وهذا الأمر الذي اعتبر خطيرا جدا، وخرجت العشائر أو رؤساء العشائر الفلسطينية في مدينة غزة نفوا هذا الأمر. الآن لماذا قطر ولماذا دول الخليج؟ لأن الحديث عن ملف الإعمار الأمر محسوم أستاذ بدر الدين، نصف الشهر وربما بعد نصف الشهر بأيام وليس بأسابيع، نعم. بأيام ونصل إلى خطة أو صفقة لتبادل الأسرى ما بين الكيان وبين حركات المقاومة، وتكون هدنة طويلة المدى تمهد لوقف إطلاق النار. الآن الحديث عن إعادة الإعمار والحديث عن الإدارة والحديث عن أيضا هل سيسمح للكيان بمواصلة عمليات تكون جراحية بعد الوصول إلى وقف إطلاق النار، ويكون نفس الأمر ما يحدث في غزة مثل ما يحدث في الضفة الغربية. مدام دول الخليج تملك الأموال، بلينكين سيذهب إلى الخليج ليأتي بالأموال، وسيمنح دور الوسيط أو دور الراعي الرسمي لتطبيق كل مخرجات ما سيحصل عليه بلينكين من الدول التي سيزورها: قطر، المملكة العربية السعودية، الإمارات العربية السعودية، اليونان وتركيا، لأنه يجب أن تكون هناك ضمانات من الدول الإقليمية، ومنح الدور لمصر مع تشكيل قوى أمنية. الحديث يعود لليوم الأول الذي كان ما بعد المبادئات، يوم 7/8 الولايات المتحدة الأمريكية بدأ الحديث عن ما بعد 7 أكتوبر، نعم. كان أنه يتم تشكيل قوى أمنية أممية دولية بمشاركة عربية. الآن ربما وقع الاختيار على أن تكون تركيا لأنها ربما الأكثر مقبولية في نظر الكيان وفي نظر أيضا الفلسطينيين. النقطة الثالثة: هل ستشارك السلطة الفلسطينية في هذه المخرجات أو لن تشارك؟ الكيان يقول في أطراف منه على أنه يجب أن تشارك السلطة من خلال تجديدها، وهذا هو الرؤية الأمريكية والتي ستطرح أيضا على العرب لدفع السلطة مع دفع حركة حماس لبناء ربما نوع من تجديد السلطة الذي يتحدثون عنه. والنقطة الأخرى أيضا رفض نتنياهو لمشاركة السلطة الفلسطينية في أي إدارة مستقبلية لقطاع غزة، لأنه ينظر له على أنه مرفوض ولكن بدون أخذ رأي الفلسطينيين أنفسهم. وكان الأستاذ رائد يتحدث عن مجمل قيادات المقاومة خاصة بالنسبة لإسماعيل هنية الذي ذكر على أنه لا يمكن لأي مشروع أو مبادرة أن تطبق في قطاع غزة بدون أن يكون للفصائل المقاومة هي اليد الأساسية واليد الطولة في تطبيق أي مخرج أو أي مبادرة لما بعد الحرب، وليس ما بعد ربما نصر الكيان، لأن النصر لن يكون أبدا. نعم. طيب، استمعنا لرأيك فيما يتعلق بزيارة بلينكين وكذلك جوزيب بوريل إلى منطقة الشرق الأوسط، وكذلك استمعنا لرأي دكتور رائد ناجي. ماذا عن رأي الدكتور عبد الحكيم بغرارة في الجولتين؟ وهذه الجولة الرابعة لأنطونيو بلينكين هي لديها خصوصيات كثيرة جدا، لأنها جاءت بعد أسابيع من منح آخر فرصة لنتنياهو ليحقق الأهداف العسكرية، والأمريكان كانوا صارحين وقالوا له لديك مدة إلى غاية بداية 2024، وبالتالي زيارة بلينكين أعتقد بأن بدايته باليونان والثناء عليها في مشاركة الحلف الدولي بقيادة أمريكا في البحر الأحمر وتأمين الخطوط البحرية التجارية الدولية، واشتكى بلينكين وقال بأن 90% من المسالك البحرية التجارية الدولية هي التي تضمن تزود العالم بالطاقة وبالغذاء، وبالتالي بلينكين جاء بهموم دولية إلى الكيان الصهيوني حتى يفرض عليه ضغطا آخر ويضعه أمام الأمر الواقع. حديث بلينكين في تركيا، قال بأنني جئت إلى تركيا خصيصا لأن تركيا لديها نفوذ كبير جدا في المنطقة، وهذا اعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بأنها لم تأخذ تركيا بعين الاعتبار، لأن في الزيارة الأولى تعرض بلينكين إلى إهانة ورفض حتى رجب طيب أردوغان استقباله. ثانيا، تكليف هاتان فيدان رئيس الاستخبارات التركي السابق بوزارة الخارجية، وكأن تركيا كانت تعلم بأن الأمور ستكون أمنية في المرحلة المقبلة، وبالتالي عندما يجلس بلينكين مع رئيس استخبارات سابق فالكلام يكون قليل والبراغماتية تكون كثيرة، ولهذا بلينكين عرض على تركيا تزويدها بمقاتلات كانت قد طلبتها ورفضها الناتو، ما دفع تركيا بالذهاب إلى روسيا واقتناء الأس 400. وبالتالي لاحظ
لاحظ بأن البراغماتية وتبادل المصالح هو كبير جدا، وبالتالي بلينكين خرج راضيا ومبتسما من تركيا اليوم بعد الوعود التي أخذها بمساعدة تركيا في إيجاد حلول لهذا الأمر، ومن أهمها كذلك منع التوسع الإقليمي لهذه الحرب التي حقيقة أصبحت تأخذ أبعادا خطيرة. وبالتالي بلينكين سيزور السعودية والإمارات، أعتقد بأن إعادة أو تعزيز ملف التطبيع سيعود بقوة كتعويض للكيان الصهيوني عن ما حدث له في غزة، خاصة بعد حديث المملكة العربية السعودية عن وقف مفاوضات التطبيع، وبأن عدم إنصاف الفلسطينيين ومنحهم حقوقهم هذا لن يجعل السعودية تطبع مع الكيان الصهيوني، وبالتالي اختيار الإمارات والسعودية لديه الكثير من الدلالات. ثالثا قطر تكون قد غضبت من التماطل الصهيوني ومن خيانة عهد المفاوضات وتمديد الهدنة، لأن الذهاب نحو محور القاهرة يظهر بأنه لم يأتي بالجديد، وبالتالي العودة إلى قطر هو من أجل إعادة بعث المفاوضات من عاصمة الدوحة بالنظر إلى ما وصلت إليه في المراحل السابقة. وتبقى مصر على هشاشتها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية مثلما تحدث الأستاذ. مصر على الأقل على مستوى النظام لم يعد لديها أي تأثير، خاصة وأنها مطالبة هذا العام بدفع 60 مليار دولار كحقوق للديون، وبالتالي ما عدا الشعب المصري المغلوب على أمره يبقى على مستوى النظام المصري ضعف كبير في التعامل مع القضية الفلسطينية التي انحازت نحو الدوحة صراحة. وبالتالي هذه الزيارة مع دول طوق بالإضافة إلى الأردن، أعتقد بأن الأمور ستحسم في شهر يناير، لأن كانت وفقا لتصريحات سابقة ولمهلة منحت لنتنياهو، لأن استمرار الأوضاع على ما هي عليه اليوم لن تضمن فيما بعد بعدم اتساع هذه الحرب. طيب يبدو أنه في جديد فيما يتعلق بما بعد ربما وقف هذا العدوان. دكتور رشيد، يعني من خلال تحليلك إما أنك طلعت على بيان الفصائل المقاومة بين المشترك أو أنك استبقت ذلك بالتحليل، فربما الجديد هنا يقول بأنه بيان الفصائل الفلسطينية يقول بأن الاحتلال يهدف لفرض واقع بغزة يديره ومن يخضع لإملاءاته عبر مسمى إدارة مدنية أو عشائرية. ويضيف البيان بأن فشل العدوان جعل الاحتلال يستبق نتيجة الحرب بتشكيل إدارة مدنية للقطاع تحت سيطرته وهو الذي سيفشل فيه. كيف تعلقون على ربما هذا البيان للفصائل الفلسطينية؟ أبدأ معك دكتور راعي. طبعا حقيقة يعني هو الاحتلال ليس من اليوم، يعني دعنا نوضح الصورة فقط. يعني هنا يعني هذا البيان يعني هناك مخطط. ومخطط سأقول لك. أصبح معلن. المخطط قبيل طوفان الأقصى. قبيل طوفان الأقصى طرحت يعني في الحساب الحريدية على مستوى حتى الكنيسة طرحت مجموعة من الأفكار، كان من ضمنها قضية إنه إعادة يهودا والسامرة في الضفة الغربية وإعادة أيضا الإدارة المدنية إلى غزة، واعتبروا إنه سنة 1981-83 على التوالي التي أسست فيها الإدارة المدنية ثم انسحب منها الاحتلال أعتبره هو بالنسبة لهم أنه سقطة كبيرة جدا لهذا الاحتلال، وبالتالي دعية إلى إعادة هذه الإدارة المدنية. طبعا تسمى إدارة مدنية، طبعا هي قدوة عسكر يعني بين قوسين، يعني هي مسمى فقط إدارة مدنية. فبالتالي هذا طرح الموضوع، وبالتالي تم يعني كانت هناك مراهنات على أيضا التخلي عن السلطة الوطنية في سنة في داخل الضفة. لذلك يقول البيان دائما أنه خطط الاحتلال لإنشاء إدارة سياسية تحت مسميات مدنية ستفشل أمام صمود شعبنا ومقاومتنا، لأن الشعب الفلسطيني هو عايشها حقيقة. يعني لما فرضت على الضفة الغربية في 81 على الإدارة المدنية، الإدارة المدنية كانت تعني عسكر، يعني أنت عندما تذهب إلى أي إدارة ولا أي بلدية، يعني أنا حضرتها كنت تذهب أمام العسكر، لم تكن إدارة مدنية بالمعنى المفهوم المدني اليوم الذي نعرفه في الجزائر والدول المعاصرة، هي إدارة عسكرية تحت قيادة هذا الاحتلال. لكن باعتقادي هذا الموضوع أيضا بحد ذاته في مجازفة، أنا أقول لك في مجازفة إلا من طرف من؟ في مجازفة، لأنه معناها إذا أعدنا الإدارة المدنية أعدنا فلسطين تحت الاحتلال إلى قواعد جنيف وإلى قوانين جنيف واتفاق جنيف الأربعة وحتى بروتوكولاي الهاي، وبالتالي هذا يستدعي أنه الاحتلال يقوم بتأمين مبالغ من المال من أجل الإدارة المدنية. والاحتلال أيضا يعني لما تخرج من غزة وترك الضفة الغربية كان أحد الأشياء التي تباهى فيها أنذاك أنه وفر 2 مليار دولار سنويا كانت تضخ في البنى التحتية وكذا وقضية التعليم وغير ذلك في داخل فلسطين.
فانت اليوم اعاده هذا الموضوع مناط بشيئين، يعني اولا مناط اولا بدعم مالي اذا كانت الولايات المتحده الامريكيه ستوفر هذا، ولا اعتقد ذلك، او دول الخليج، هذه نقطه اولى، يعني بالتالي الاداره المدنيه حتى هي مكلفه، هذه النقطه. النقطه الثانيه هو الاحتلال، انا باعتقادي اليوم هو عاجز، اي اذا كان في الضفه الغربيه عاجز عن تشكيل اداره مدنيه، فما بالك في غزه، ولن يستطيع. هو فقط باعتقادي انه اداره مدنيه سيضمن بها عده امور، سيضمن بها اولا اعاده اي طرف فلسطيني، وهذا ما قاله نتنياهو، حتى تحدث عن عباس صراحه قال انه ضعيف بدليل انه مخيم جنين كذا، يعني بالتالي انه يعني مخيم جنين ولم يستطع ان يدخله الا يعني تحدثت حتى القيادات الصهيونيه حتى عن السلطه الوطنيه الفلسطينيه بان دورها الامني لم يعد هالدور القوي، فبالتالي هي لا تريده يعني، فبالتالي وابعاد اي طرف فلسطيني في داخل غزه. النقطه الثانيه انا باعتقادي ان تذهب باتجاه الاحتلال دائما ماذا يعمل؟ يقوم بتصعيد سقف المطالب تاعه، حتى عندما تتنقل المطالب هذه تبدا في تسقيفها تنزل درجه، يعني شكل ما اشكال تفاوض، تفاوض يبقى الاحتلال له. يعني مثلا عندما حدثت في المعركه في بيروت، حرب بيروت 2006، الاحتلال كان طرح عده يعني عده روايات في قضيه التفاوض، فاستقر الامر على قوات دوليه، وبالتالي ضمن الاحتلال بان حدوده على الاقل الشماليه بان اصبحت حدود امنه، وهذا اليوم يطرحه في غزه من ثلاث عده امور. اولا محاوله ارباك للوضع الفلسطيني الداخلي، بمعنى اخر جر بما انهم فشلوا في تاجيج الحاضنه او تاليب الحاضنه الفلسطينيه وجعلتها تتكالب على بعضها، بدل جاءت عن طريق رؤساء العشائر من اجل ضرب العشائر في بعضها، وبالتالي ضرب مصداقيه هذه العشائر، وهذا قد يؤدي الى اقتتال يعني في داخل غزه خاصه، وان غزه بحد ذاتها يعني باختلاف عن الدول عن ربما عن الضفه انها قائمه على العشائريه بالدرجه الاولى، يعني هذا المخطط محكوم بالفشل حتى من الناحيه التقنيه. هو 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 بالفشل، لماذا؟ لانه اصلا هي طوفان الاقصى في احد اسباب قيامه بانه لا توجد وصايه ولا ولايه على الشعب الفلسطيني، وان الناطق باسم الشعب الفلسطيني هو من يقاوم في الارض. طيب. وهذا الموضوع طرح يعني حتى لما جاءت اطروحات عربيه وطرحت، كانت في اول يوم ردت المقاومه في اول يوم قالت بان الولايه والوصايه للشعب الفلسطيني. دعنا نسمع ربما راي الدكتور عبد الحكيم قبل ان اعود اليك رشيد. وحقيقه هذه المقترحات بتسخير العشائر الفلسطينيه لقيادته ومن اجل خلق شرق اخر داخل قطاع غزه والتسويق لهذا، هل هذا البيان هو استباقي لربما اعلان مرتقب من بلينكن او من احد ربما المسؤولين الصهاينه؟ هو حتى قبل طوفان الأقصى تم تسريب من وزارة الاستخبارات الإسرائيلية تحدثوا فيه عن ثلاثة مقترحات لقطاع غزة، من بينها قيام حكم مدني بقيادة دولية تتقدمها تركيا والإمارات العربية والمملكة العربية ومصر، وقالوا الصهاينة بأنهم أخذوا موافقة من هذه الدول لإدارة قطاع غزة. لكن المعطيات تغيرت الآن. تمام، لا هو كان فيه تسبيق، هو نوع من الحرب الإعلامية، حرب من أجل التفرقة بين الفلسطينيين وزرع الشكوك بأن هناك أفراد في داخل غزة قابلين بأن تقسم القطاع وبأن تستهدف، وبالتالي هذه البيانات هي حروب إعلامية ورد فعل عن الحروب الإعلامية. فقط الكيان الصهيوني ربما رائد يعرف ذلك بأنه في سنوات السبعينات شكلوا ما يسمى روابط القرى، يسمى هذا الجنرال أو الحاكم العسكري لمنطقة الخليج شكل روابط للقرى من أجل أداء الخدمة أو جعلها برافق مدنية لتقديم الخدمة للفلسطينيين تحت إدارة الحاكم العسكري الصهيوني، وهذا كان تمهيدا للتطبيع ومن أجل إغراء الفلسطينيين. ولكن اليوم بالمقابل إلى هذا المخطط هم يحذرون من أن السنوار لن يتسامح مع أي شخص يخون القضية الفلسطينية ويخون كل هذه المجازر التي وقعت فيه، وهي مهمته سابقا قبل دخول السجن ربما. تمام، لأن عودة السنوار إلى قطاع غزة قضى على كل الجواسيس تقريبا الذين كانوا يسمحون للكيان الصهيوني بإدارة غزة والسيطرة والاستفادة من المعلومات، وبالتالي الأمور واضحة، وهذا التسويق السياسي مع وصول بلينكن. لكن بلينكن صراحة من تركيا اليوم قال بأن غزة لن يحكمها إلا الفلسطينيين كاميلا هاريس، وبالتالي حتى الأمريكان اليوم آخر استطلاعات الرأي مستشارين بايدن قالوا له إذا خسرت الانتخابات فهذا بسوء إدارتك للقضية الفلسطينية، وهذا ضغط آخر على البيت الأبيض، وبالتالي عودة بلينكن هذه المرة أعتقد بأنها ستكون فاصلة في الكثير من الأمور وستميل النتائج إلى الفلسطينيين أكثر من الصهاينة. ما الذي يعنيه صدور ربما هكذا بيان فيما يتعلق بالرد على ما يقال بأنه مخطط لإدارة مدنية أو شبه مدنية في القطاع، وما هي السيناريوهات البديلة عن ربما إسقاط هذا المخطط؟ بداية لم أعلم أستاذ بطل، سمعت البيان مثلاً. إذا وفقت تحليلاً طبعاً. سمعت فقط، كان عندي طلعت على خبر العشائر
أو ما يسمى يعرفهم أستاذ رائد المختار في القرية أو المدينة. والمهمة المختار تكون توسيع المساعدات التي تمنح، يعني كل مختار يساعد يمنح يوزع أو يقسم المساعدات الدولية الإنسانية لقريته أو مدينته للأطراف المرتبطة. نعم، أو عشيرته. طبعا البيان الذي خرج أستاذ بدر الدين هذا رد على جولة بلينكن ورد أيضا على خطة غالانت، لأن خطة غالانت كان فيها ثلاث نقاط أساسية. نقطة أن إمكانية مواصلة الحرب في مرحلتها التالية في مرحلتها الثالثة باستهداف القيادات مع الانسحاب وبقاء الأمر مثل ما قلنا في البداية يشبه إلى حد ما يحدث في الضفة الغربية، يعني الاقتحام يكون وقت ما شاء الكيان. النقطة الثانية ضمان ألا تكون مدينة غزة وقطاع غزة مهددا للكيان في وجوده. والنقطة الثالثة أن تكون حكومة مدنية أو يتم إدارة ما يقولوش حكومة، يقولوا إدارة مدنية للقطاع. صحيح. مع قبولهم وبنظرهم قدموا تنازل فيما يتعلق بأنه لا تحكم حماس أو لا تحكم الكيان بخلاف المتطرفين الذين يقولون يجب أن يكون يتم إعادة احتلال القطاع ويتم إعادة بناء المستوطنات مثل ما كان يحدث ما قبل 2007 وما قبل اتفاقية أوسلو. المستقبل الآن أستاذ بدر الدين، ما دام أن المقاومة أخرجت ما لديها ورفضت مجمل ما يطرح من بلينكن، وبلينكن الآن يطرح أنه على الأقل يقولوا على الأقل أنه إن لم تكن حماس تدير القطاع سياسيا عسكريا هذا الأمر ربما يبقى مقبولا، ولكن بإدارة أمنية تكون من طرف تركيا أو تكون من طرف قوة دولية. البديل الآن ما دام الطرح من طرف الفصائل المقاومة بهذا البيان على أننا نرفض مقترحات غالانت ونرفض أيضا المقترح أو نرفض تصور بلينكن الذي ينقله ويسوقه، لأنه هذه مهمة أساسية لبلينكن، يسوق تصور مجلس الحرب في لدى الدول العربية ولدى الدول الإقليمية في محاولة للوصول إلى إنضاج ربما وساطتين. الآن المطروح أستاذ بدر الدين، المطروح الآن أن المقاومة، قلت لي السيناريو، أنا أتوقع أن المقاومة أو مجمل فصائل المقاومة سترفض تماما القبول بأي خطة وساطة بدون أن يتم الوصول إلى وقف دائم لوقف. لكن هذا أيضا مشروط بأن تقدم المقاومة مقترحا في هذا الإطار. غير موجود. كان أبو عبيدة تحدث قبل أسبوع على ما أعتقد، قال أن الهدف الأساسي هو وقف إطلاق النار. إن تنازلت المقاومة في هذه الظرفية وقدمت تنازلا فيما يتعلق به ربما تقديم تنازلات بدون أن يتم وقف إطلاق النار فهذا تنازل كبير، يعني الأوراق التي تكون بيدها تنتهي. لا أقصد مقترحا بطبيعة الحال بما يتوافق ومتطلبات وشروط المقاومة وكذلك وما يطلبه أهالي أو أهل قطاع غزة. لا، المقترح واضح جدا أستاذ بدر الدين بالنسبة للمقاومة، أن يخرج الكيان، أن تكون هناك صفقة تبادل الكل مقابل الكل، هذا لا تنازل فيه، هذا الشرط الوحيد. نعم. هذا شرط، هذا بالنسبة للمقاومة. خط الحصار على السيطرة ما نلحقوش للشيء هذا لا يفرض على الأمريكيين. فك الحصار ينقل إلى جامعة الدول العربية حتى لا نظلم الأمريكيين في هذا السياق. النقطة الثالثة فيما يتعلق ربما باستمرار حكم مدينة غزة من الفلسطينيين أستاذ بدر الدين، وليس من طريق وصاية الكيان أو من طرف مجموعة عربية، لأنه الآن الحرج ربما الذي ستقع فيه مجموعة من الدول العربية للأسف التي ستقبل بمشروع بلينكن خاصة فيما يتعلق بتشكيل قوة دولية سيكون الأمر مأساة حقيقية بالنسبة لمجموعة من الدول العربية بين قوسين، ومأساة حقيقية أيضا بالنسبة لمشروع قيام دولة فلسطينية، ويكون مأساة حقيقية أيضا لأجيال قادمة في المنطقة العربية ستنظر لما حدث في هذه الظرفية على أنه كان دعم للكيان وخذلان للمقاومة الفلسطينية وخذلان أيضا للفلسطينيين، وهذا الذي نتمنى ألا يحدث أبدا أو لا يتم الإشارة إليه. طيب ربما في سؤال أخير سيكون سؤال لكم ضيوف الأكارم، نعود إلى اغتيال العروري في بيروت وكذلك التفجيرات الإرهابية في إيران. هل تعتقدون أمام كل هذه المعطيات السياسية، تحدثنا عن زيارة بلينكن وجوزيب بوريل وحديثهم عن الحد من توسيع رقعة هذه الحرب، هل تعتقدون بأن أو من تعتقدون بأنه مستفيد من العمليات خارج
قطاع غزة والمتهم فيها الرئيس هو الكيان الصهيوني. تفضل دكتور. ولكن تفجيرات كرمان في إيران لتنظيم الدولة الإسلامية الذي هو صناعة استخباراتية تبنى الاعتداءات، وبالتالي لاحظ بأن ومعذرة فقط، يعني تنظيم الدولة أو داعش هذا التنظيم الإرهابي لم يظهر طيلة هذه المدة، ولكنه ظهر فقط بعد 3 أشهر من العدوان ليفجر ربما بعض المراسيم أو مجموعة يفجر داخل تجمع لمراسيم إحياء هذه المناسبة بالنسبة للإيرانيين. وحقيقة، ولكن أستاذ، الحرب الإعلامية بين الكيان الصهيوني وإيران هي كبيرة جدا، حتى أن تاريخ العلاقات بين البلدين وعبر الولايات المتحدة الأمريكية وما حدث في الحرب العراقية الإيرانية والاختراق الصهيوني الأمريكي وتوريد الأسلحة، وبالتالي علاقات الدول لا يمكن أن نحصرها في ظرف معين، لأن هذه الحرب الإعلامية بين الكيان وبين إيران طال أمدها كثيرا، تهديدات كبيرة جدا كانت بعبعا لاستنزاف العرب السنة في الكثير من الأحيان، وهذا أمر لا يخفى ويجب أن نتطرق إليه، لأن حتى اغتيال القيادات الفلسطينية أو جماعة مرج الزهور مثل ما يسمون في المقاومين الذين يتواجدون خارج الأراضي الفلسطينية، دائما نقول بأن القضية الفلسطينية هي محل بزنس كبير جدا، هي محل تجارة، هي محل استغلال لكسب عظمة وتسويق إعلامي كبير جدا، وبالتالي حتى الحديث عن روسيا والصين أنا أرفضه في القضية الفلسطينية، لأن حجم تلك الدول وتأثيرها أو زيارة مسؤوليها للمنطقة هو غائب كل الغياب، ولا يعملون إلا على حماية مصالحهم وعلى الدفع بالصراعات أكثر في المنطقة. لكن إذا كانت مصالحهم الآن تصب في خدمة مسار هذه القضية، يمكن أيضا تنسيق معهم، خاصة في ربما مجلس الأمن أو في الأمم المتحدة. من غاب في وقت الشدة يا أستاذ لا يصلح أن يكون لك صديقا، أن يكون لك شريكا اقتصاديا أو، لكن الاستفادة فقط من ظرفية ظرفية الوضع. عندما نقارن القوى الكبرى مثلا، الزيارات الأمريكية إلى الشرق الأوسط كانت الوحيدة تقريبا ما عدا الأوروبيين بأمور منحازة وفاضحة، ولكن القوى الكبرى الأخرى غائبة صراحة، ولو على المشهد الإعلامي كانوا يصرحون فقط من وراء الكاميرات، لكن حضورهم في المنطقة كان غائب كثيرا. زيارة بوتين إلى المملكة العربية السعودية كانت في صالح روسيا وخدمة المصالح الروسية، وهذا ليس عيبا، ولكن يجب أن ننصف مواقف الدول، وبالتالي ما يسوق إعلاميا لأن غزة هي التي تحملت، غزة تباد اليوم فيه مخططات أخرى، هم يربحون الوقت، لأن تهجم بن غفير وستموتريتش على هاري صليبي كان من أجل رفضه محو غزة على الخريطة، وقالوا بأن هذا المخطط قابل للتجسيد، علينا أن نحرق غزة وأن نجبر الفلسطينيين إلى الذهاب إلى مصر أو إلى سيناء ونعيد إعمار غزة ونبعث صحراء غزة ونبعث غزة، وخلاف فقط على أسلوب وشكل الإجرام. لكن تواصل هكذا المجازر والإبادة هم سائرون اليوم، يريدون خان يونس والبريج والنصيرات حتى يقسمون القطاع على نصفين، ويبقى لهم جنوب غزة رفح اليوم من 200 ألف نسمة اليوم ب 800 ألف نسمة، وبالتالي المخطط ألف هو سائر في التطبيق إذا لم تنجح المخططات الأخرى، وهو ما نغفل عنه لأن الشهداء والمجازر ليست إحصائيات وليست أرقام، لأن الواقع أدهى وأمر، والتبعات النفسية والاجتماعية هي كبيرة جدا، ويبقى سكوتنا واستسلامنا وتطبيعنا هو أكبر طعنة للقضية الفلسطينية. طيب دكتور رائد في أقل من دقيقة. طبعا اغتيال العرورة أنا باعتقادي هو كان له عدة، يعني في نظري في قراءاتي، الكثير من الدلالات، يعني أول دلالة على الأقل هو نتنياهو، هروب نتنياهو للأمام، وبالتالي اغتيال القيادات الفلسطينية منه، أنه في أرض لبنانية في ظل في يوم الأيام خطب نصر الله وقال أنه هذا شيء محرم والرد سيكون، ومع ذلك أنا باعتقادي هو استهداف للحاضنة أكثر من الجانب الفلسطيني، حتى الحاضنات المقاومة سواء حتى إيران أربطها أنها كحاضنة، هي رسالة لإيران على أنه أننا قادرين الوصول، ومحاولة جر إيران والجبهة اللبنانية. أنا لا أعتقد أنه
جار، لأنه الولايات المتحدة الأمريكية ترتب في المنطقة منذ فترة ألا يكون هناك جار، وهي رسائل بليغة لإيران وفي المنطقة، وحتى ضرب سوريا ومطار دمشق وضرب كل جبهات وضرب اليوم ضرب الحوثيين، يعني كل هذه هي رسائل للمنطقة أنه استطيع. وربما هذا الكلام يعيدني إلى بلينكين يعني قبيل طوفان الأقصى بشهور يعني قليلة جدا، عندما صرح وقال تصريحا قال أن هذا الكيان يستطيع أن يتعامل مع 6 جبهات في المنطقة، وذكر هذه الجبهات ذكرا، يعني ليس فقط أنه قال 6 جبهات، قال يستطيع التعامل مع غزة ومع الضفة ومع سوريا ومع لبنان وحتى مع العراق ومع عفوا إيران، يعني هكذا ذكر بلينكين. لكنه يصرح عدد كبير من الجنود من داخل غزة أو من جبهة غزة كمان، وكذا في كلام التصريح الأول. ففي الضربة الأولى تاع غزة طبعا سقطت هذا الموضوع، لكن باعتقادي هو الموضوع وهي رسائل للحاضنة، لحاضنة المقاومة، ومحاولة أيضا قلب الأمور أو قلب الشعوب على حكامة أو على سياسات الحكومات في تلك المنطقة، طبعا لخلق نوع من الفوضى تستفيد منها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان بدرجة أولى. دكتور رشيد. والله أستاذ بدر الدينية، لاختبار حدود ربما المقاومة، يعني أقصى ما تصل إليه محاور المقاومة خارج في المنطقة، لأن هناك نظرية وحدة الساحات، هذه النظرية اختبرت بشدة خاصة مع اغتيال العروري، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية هو انتقال حقيقي من طرف الكيان للمرحلة الثالثة للحرب، الحديث عن بداية اغتيال القيادات الفلسطينية في أي مكان، وهو المستقبل، يعني الانتقال من مرحلة ثانية إلى هل المرحلة الثالثة بمعنى اغتيال القيادات تعني توسيع دائرة الحرب أو البحث هذا الكيان عن توسيع دائرة الحرب، بما أنه فشل في جبهة غزة يريد أن يلصق هذا الفشل بكل ربما حلفائه وشركائه؟ نقول ممكن أستاذ بدر الدين أن الكيان يريد جر الولايات المتحدة، يعني هذا التصور موجود، هذا التصور موجود أن الكيان يريد جر الولايات المتحدة الأمريكية لفخ حرب إقليمية، وهذه الحرب الإقليمية ستكون فخ للولايات المتحدة، مثلما كانت روسيا لها أوكرانيا فخ، ومثلما يزمع أن تكون تايوان فخ للصين، وبالتالي منذ اليوم الأول الولايات المتحدة الأمريكية تحدي، لأنه ستكون مجبورة حتما على الدخول إن توسعت الحرب، وهذا ما دفعها لسحبه، يعني مباشرة مع اغتيال الغروري سحبت المدمرة الأمريكية، والمدمرة لا علاقة لها أبدا مع اليمن، ولا علاقة لها أيضا مع ربما دعم الكيان، وإنما كانت لردع القوى الإقليمية خاصة بالنسبة لإيران، وكان حسنية من طرف الولايات المتحدة الأمريكية على تجنب توسيع الحرب، لأن الاغتيال كان في مربع حزب الله في جنوب لبنان، وهذا الأمر يعتبر على أنه حتى قيادة حزب الله ليست آمنة، وهذا الرد الذي كان من طرف المقاومة اللبنانية يعني لم يأتي على درجة الاختبار الذي تعرضت له من طرف الكيان. وربما المستقبل، يعني ربما المستقبل الذي تحدث عنه بالأمس الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، ربما المستقبل سيكون عبر الوكلاء، وسيكون عبر بين قوسين الدروع الإيرانية في المنطقة، في الجبهات الإيرانية أو في الجبهات اليمنية العراقية وحتى اللبنانية والسورية. شكرا جزيلا دكتور إذن رشيد علوش، الباحث في الشؤون الاستراتيجية والأمنية، على كل هذه الإضافات، كذلك الدكتور رائد ناجي المحلل السياسي، شكرا جزيلا لك. كذلك الشكر موصول للدكتور عبد الحكيم بغرارة الأستاذ في الإعلام والاتصال، شكرا جزيلا على كل الإضافات في هذه التغطية الخاصة. والأكيد بأنه يبدو بأنه الأيام أو الأسابيع المقبلة ستكون حبلة بالتطورات في المشهد الفلسطيني، الذي يبقى تلفزيون الجزائري في متابعة تطوراته. التغطية متواصلة في أمان الله.